يا مساء السعادة والهنا على كل مشاهدي خطوة عزيزة في كل مكان. الأحلام بعض الناس بيفسروها على إنها أوهام من العقل الباطن للإنسان نفسه، نفسه إنها تتحقق فبيحول الأحلام دي، وبعض الآخر بيقول إن لأ، دي رسالة من ربنا ولازم ناخد بالنا منها. وبين البعض والبعض الآخر لازم نعرف إيه أهمية الأحلام في حياة طبعا الإنسان، وده اللي هنعرفه مع ضيفتي الغالية اللي حضورها دايما بيشرفني، مفسرة الأحلام والرؤى مليكة أيمن. ازيك يا ملوكه؟ مساء الورد حبيبتي، ازيك؟ منوراني يا حبيبتي، وانا سعيده انك انت معانا النهارده. انا اكيد اسعد، وان شاء الله تكون حلقه موفقه ان شاء الله يا رب بوجودك طبعا. مليكه، طبعا في ظل الظروف والضغوط اللي بيمر بيها الانسان اليومين دول، بعض الناس يعني من كتر الضغوط بتخلي احلامها بتحلمها بمعنى اصح، يعني فاهماني؟ تمام. فده بيعتبر ايه، رساله ولا تعتبر ايه؟ عارفة لما يجي الواحد يحلم كده، اللهم انطق لساني دائما بقول الحق الأول، ويا رب كده أكون دائما قولي حق للناس. طبعا حاجة زي كده دي حاجة بقى بتدخل في إيه، أنا عايزة يعني أنا يعني إمكانياتي محدودة، نفسي أعيش حياة فلان، أو بقى أتعايش أحلامها لا يعني ممكن تيجي على الحلم وتيجي في الواقع. طب عارفة ده عقل لما الواحد يعني مثلا طبعا بتمنى أمنية فبالتالي أحلام بحلمها؟ لما بيبقى حلم بيبقى عقل باطن. طب اوقات بيكون في الواقع، بتبقى قاعده فعلا مركزه، انا مثلا بحب فلان عايزه اعيش معاه، تعيش لحد ما تخلف وتنجب، وده حصل، تبقى عايشه يعني ايه، عارفه لما بين النوم واليقظه تبقى في الوقت ده تكون عايشه، يعني انا عقلي بيفكر في حاجه معينه بيسرح وبتمنى انها تتحقق، فاوريدي بنام وبحلم بيها. تمام تمام. يعني يقال ايه، ان انت لو حابه مثلا تشوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكري فيه كتير، اذكري الصلاه على الرسول كتير، خلي لسانك على طول على طول ريقك ما ينشفش من ذكر الرسول ولا الصلاه عليه، هتلاقي نفسك هتشوفيه. دي الناس اللي بقى ايه عندها شغف، عايزه قريبه تشوف. طبعا لربنا. في ناس تقول لي انا عايزه اشوف والدتي، والدتها متوفيه، تقعد فعلا تفكر فيها كتير كتير كتير، خلاص هتشوفها. يعني ده بيحصل كتير جدا مع ناس كتير. طب انت لما يجي لك الرؤيه دي كده في المنام، دي بتعتبر دلاله على ايه؟ اول حاجه انا دايما احب اسال شويه، لان الرؤى تقع على حسب حال الراي. انت الوقت ده، لان في اوقات كده الاقي فيه رموز، ما فيش رموز، انا عندي دايما الرؤى لازم يكون فيه رمز مبهم كده اعرف ان دي رؤيه، دي ممكن صاحب المنام نفسه ما يفهمهاش او ما يعرفهاش. فطبعا لما يجي لي الرمز المبهم ده خلاص اعرف ان دي رؤيه. طب لو لقيتها بقى سلسه كده، فيلم شغال كده بيحكي اولاد عقل باطن، انت كنت بتفكري في حاجه، كنت مثلا فيكي كذا، واحده مثلا تقولي انا شعري بشوف شعري كتير بيقع بيقع بيقع، تبقى في الواقع بتفكر كتير انها لو ايه عواقب لو شعرها خلاه يستمر في السقوط. طب ده ايه انا سبب مش عارفه بقى؟ نفسي نفسيا. ايوه هي بتفكر في ولا دلاله على حاجه معينه في حياتها، سقوط في حاجه في لا يعني. دي حاجة، والواحدة لما تيجي بقى مركزة مع نفسها أنا شعري بيقع، فهتشوف شعرها بيقع، وهتشوف بقى إيه علامات بقى، لا قدر الله صلع ثعلبة حاجات كده تيجي بقى. طبعا تيجي لي الحقيني أنا شفت نفسي شعري وفي ثعلبة وفي فراغات، أول حاجة أقول لها أخبار شعرك إيه في الواقع؟ تقول لي بيقع يا دكتوره، اما انا هموت هيجرى لي حاجه بسبب سقوط شعري ده ومش عارفه اعالجه نفسي. بس ده اكتر الناس شعرها بيقع يا مليكه، يعني مش لا، في على حسب الشخصيه، عشان كده قلت لك على حسب حاله. طب هل مرتبط بالحسد سقوط الشعر؟ كتير، وكتير بيبقى اوله طبعا بتبقى العامل النفسي والتغذيه السيئه، ده الطبيعي المعروف، وكتير جدا حسد، ده حسد وحسد. انا لسه واحده والله امبارح بتقولي شعري بقى ينزل من اوله لاخره بسبب واحدة قالت لها كده شعرك حلو قوي وبيلمع، طول بقى ينزل النظر كله. ده حسد. ده بقى خلاص حسد. فطبعا الأحلام بقى بتيجي بعد كده عواقب كتير مش حلوة. تمام. معانا أمل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أمل؟ أنا عندي رؤيتين. اتفضل. أنا بنت خالتي هي اللي حلمت تقابل مراتي. بنت خالتي؟ بنادي عليها في البيت هنا عندنا. هي عزلت نجري كاتتنا في الدور الثاني، فقعد ينادي عليها تمثل الفوش، انزلي انزلي، فنزلت قالت له ايوه يا خالي، قالت له انا عايزك تبني تشتري ارض، عايزك تشتري ارض وتزرعي فيها نخلتين، قالت له انا هزرع فيها نخلتين، قال لها انت عايزك تشتري الارض وانت اللي تزرعي النخلتين، فضحكت فبتقول له يعني ازرع النخل واستنى لما يطلع سلاح واقف جنبه اتصور،
فقعدت تضحك بتقول لي هو كان بينادي بزعيق جامد قوي بصوت تخين كده. فانا قلت انا عملت حاجه، فانا عمال ما نزلت له بيقول لي ازرعي كده، فهي استغربت للحلم وراحت تزرع تاني، هو كان في مدخل الحوش. بس ده الحلم. الحلم التاني انا والدتي شافت برص صغير خارج من المطبخ، وانا حلمت بالبرص ده نفس الصغر بتاعه ده عضني في رجلي الشمال عضه كده من تحت عند كف الرجل. بس انا انسه نفس البرص ده، مش نفس البرص، وانا حلمته في يوم ووالدتي حلمت في يوم. تمام ماشي ماشي. في اي اسئله؟ لا شكرا. شكرا يا حبيبتي. شكرا. طبعا الرؤيه الاولى اللي اتشافت دي، النخل دايما لما يظهر في الرؤى لازم يكون لو فيه الطرح الطيب اللي هو البلح بقى التمر الحاجات دي ظهوره بس كده للرائي يعمل رقيه شرعيه على طول. حتى لو شاف حد فلان شافه في الرؤيه كلكم كده لازم تعملوا رقيه شرعيه، يحصلوا نفسهم. لازم. طب ده إيه طبعا سببه؟ اي حد ده نخل يا دكتوره بقى وبلح وطمر، ده خير المفروض ما حدش يشوفه الا اذا كان مأذي، وانا متاكده من الرمز ده جدا. لا والله. والله سواء بقى فيه الله. التمر البلح او مفهوش، مع ان ده تقولي خير او رزق. او طبعا ديت بقى تعالي هنا، ما هي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك 7 تمرات. طب هي شافت النخله، عليكي بالتمر وعليكي بالرقيه الشرعيه. تمام. طيب الرقيه اللي بعد كده البرص اهو، ما هي دي تاكد دي. البرص هنا في حد بيوقف لها حلها بالكلام وقدر يتمكن لان حصلت الهضه. طب هي ومامتها شافوا ليه بقى؟ حد من اهل الام بيحسدهم بقى. مش سايبها بيوقف حالها بالكلام. يعني ممكن يكون حد عايز يتكلم عليها في موضوع الزواج وكده، ده فيها وفيها وفيها من الكلام ده. ربنا يصلح حالها. اهم حاجه يحصلوا نفسهم طبعا. يا ريت. تمام. معانا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه مني؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ماما حلمت ان احنا في شقتنا القديمه وكان في اسود كتير قوي وزوجاتهم واقفين على الباب وكانوا مليانين وعايزين يدخلوا الشقه بايديهم، فماما كانت بتقفل عليهم من الباب بيتوجعوا ايدهم بتتوجع فبيطلعوا تاني، وماما قالت لي ادخلي الاوضه واقفلي على نفسك، فانا قفلت على نفس الباب. وبعدين باب الشقه كان لما بيتفتح الخشب بتاعه بيبعد عن بعضه ويبيننا واحنا جوه، ولما بيتقفل بينضم تاني لبعضه، وكانت واقفه سانده الباب معاها مامتها المتوفيه، وكان في واحد اسمه اسلام بيقف جوه الشقه شويه معاها ويطلع تاني قدام الاسود. فماما قالت له انت مش خايف انهم ياذوك؟ قال لها لا مش بيأذوني، وكانوا فعلا مش بيأذوه. وماما لقت ان اهلها اخواتها واولادهم طالعين على السلم بتاع البيت، وكانت السلالم كلها بيضة عشان كل واحد يدخل شقته، بس الاسود اول ما شافته نزلت عليهم، فهم نزلوا وخافوا على الشارع، ولقت بنت مجهوله عماله تعيط طفله، فماما قالت لها كانت الدموع نازله من عينيها، فماما بتقول لها انت خايفه ليه؟ قالت لها علشان كان في حد من عيلتك كان نازل ونسيني من لان هو خايف. وماما طلعت وقفلت الشقه الباب الشقه بتاعنا بالترباس، بس باب الشقه كان ضعيف. تمام. انت ليكي اخوات ذكور؟ كام؟ 2. صح. طب الشغل بتاعهم عامل ايه؟ لا يعني عادي. طيب بصي، هو طبعا اي حد هيشوف الاسود في المنام بياخدها على طول لملك الموت والحاجات دي، بس بقول الجمله دي عشان عارفه الدنيا اللي حواليها او الناس اللي بتحلم دماغها ماشيه ازاي شويه. طبعا حاجه زي كده لانها شافت الابواب وشافت الوضع ده والايد بتاعه الاسود اللي مخبطه على الباب اتقفلت عليها حاجه زي كده. ففي وعود كاذبه، عارفه لما يكون حد مثلا يوعدهم بحاجه ما بتحصلش، يعني عارف ما يعني اي هدف بيكونوا عايزينه اي حد حتى لو كان قيمه وقامه ما يصدقوش، الاشخاص اللي حواليهم بيتعاملوا معاهم بنفاق. فانا واضح لي طبعا ان الرؤيه تخص الذكور، ما شاء الله ما شاء الله عدد، يعني الله اكبر لهم الاخوات. شيك قلت لها هم كام؟ انا شايفه ما شاء بس الله. هي مالهاش علاقه بالموضوع. هي لا هي طبعا هي طبعا هي شايفه انها بقى مأذيه وفيها الرؤيه دي تخص اخواتها، وانا متاكده من الرمز جدا تخص اخواتها للشباب الدكتور. يعني اي حد معتمد على حد مثلا في اي حاجه الفتره اللي جايه لا ما يصدقهوش، لان في دخلت نفاق ورياء عليهم كبيره جدا. والله اعلم. طيب لو حد شاف حيوانات، الحيوانات دي ليها دلاله معينه؟ كتير. لسه كنت بقول لك دلوقتي موضوع الاسود ناس بتاخدها تقول لك ملك الموت والحاجات دي، لكن ده اوقات بيكون نصره، اوقات بيكون شخص ذو مكانه ذو قدر، اوقات بيكون فعلا اذى. أيوة. اذى يعني. تمام. احنا معانا ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام. معايا؟ اتفضلي. ايوه معاكي، اتفضلي اتفضلي حبيبتي. الو.
ايوه معاكي اتفضلي. ألو السلام عليكم. ايوه حبيبتي معاكي. حضرتك انا حلمت انا بتفرج على التلفزيون فكان في سيده جميله جدا يعني وبيضه وحلوه كده وقاعده بتتكلم عن نفسها مع الدكتور بتاعها ان هي بتعمل تخسيس وكده وانا مش مهتميه لان انا مش شايفه ان هي خسه حاجه شايفاها مليانه وحلوه يعني تمام. والدكتور بتاعها عمال يحكي عن قصتها تمام. وهي بتقول انا بقالي 15 سنه في السعوديه هي بتقول من المذيعه كده وفي اثنين اخواتي عمالين يبصوا عليها جامد وانا بقول لهم مهتمين بها ليه كده يعني انا مش شايفه فيها يعني شايفاها عاديه يعني هم اللي عمالين يتفرجوا عليها جامد كده ومتابعينها قوي انا شايفاها عاديه وحلم تاني برضه نفسه انا بتفرج على التلفزيون برضه وشفت مذيعه ومعاها بنتين صغيرين توأم اطفال سن الحضانه كده 5 سنين في بنت منهم بتتكلم بلباقه جدا وعماله تهزر وتضحك وكانوا فالمذيعه دي مصدفه ان بنتها اللي هي ال5 سنين ده من كتر ما هي لبقه وبتقول كلام حلو فبقول سبحان الله فبقول ايه بنتي هي بنتي في اعدادي برضه تتفرج على نفس البرنامج فقلت خلاص انا هسيب التلفزيون بتاعي واتفرج مع بنتي فبقول سبحان الله البنت المذيعه دي عندها بنتين توأم بس واحده لبقه جدا وبتتكلم والبنتين في نفس اللبس بس واحده لبقه جدا وبتتكلم والثانيه ساكته تمام. حضرتك بالنسبه لحضرتك وقت كنت بتتكلم عن الاسود انا كنت حمد انا واولادي قاعدين على سرير ومعايا جوزي وفي اسد دخل فانا مخبيه وش الاسد ده فهو صعب قلت خلاص هو اتمنى خبيت وشك كده هيموت ومش هيأذينا في الاوضه بتاعتنا اولادي فشلت القماشه اللي حطاها على وشه فبص لقيته عاوز يجي معانا تاني فقلت لا بقى انا سبتك قبل كده وصعبت عليا المره دي بقى مش هسيبك انا مموتك وفعلا فضلت عملت فيه يعني حجمته وكتفته تمام لغايه اتمنى هو اغمى عليه او كده وبس قدرت يعني. عليه انا اصلا كنت مغطيه وشه بس ساب عليا قلت هيموت. طب ليه سؤال انت كان في حد بيتدخل في حياتك الخاصه من فتره؟ لا ما فيش حد دخل في حياتي الخاصه. طيب تمام. يمكن حد ممكن حاسه ان كان جزء من ورايا بقى مش عارفه لكن انا ما فيش. لا يعني مش حكايه ان انت اللي بتدخلي حد يعني حد من ناحيه اهل الزوج فعلا. في حد كان بيحاول يتدخل او بيتنقل لهم كلام وانت حاولتي ان انت تقفلي على نفسك؟ شوفي طبعا هي الرؤيه دي حد يدخل على غرفه النوم ايا كان ايه هو الحيوان حد بيكون له ليه قيمه عند الزوج نفسه هي بدات عند الزوج عند الزوج نفسه لان هي اللي عماله تقاوم ده كده يبقى مش من عندها هي مش عايزه حد يعرف عنها حاجه هي حريصه جدا على الوضع ده وهي ما شاء الله عليها هي صح لان الاسد هنا كان عايز يهجم والهجوم ده عارفه كل حاجه هيعرفها عنهم هيقلب الزوج عليها بالعكس هي بتحاول تصده على طول هيقلب الزوج عليها بالعكس طب هي حست انها كانت في الاول هتموته او حطت الحاجه عليه بس ما ماتش بس بعد كده قدرت تتغلب عليه دي مشكله قديمه حصلت قبل كده وانا شايفه ان ممكن تتفتح مره تانية والموضوع هيكون فيه قلق بس برضو ربنا هينصرها يا رب ان شاء الله. معنا ليلى. الو الو اي أيوه؟ ليلى ازيك يا دكتور؟ انا يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور انا حلمت حلمين ورا بعض في نفس اليوم. ان ايه حلمين في نفس اليوم؟ تمام. حلمت ان انا نسيت الحلم. حلمت ان انا داخله اخويا بيلعب في سوليد ريم عمال يلعب في سوليد ريم تمام. وبعدين انا كل شويه في مجهول بيتحرش بيا كل شويه ادخل لاخويا واقول له ان في مجهول بيتحرش بيا بس هو بيلعب في ايه في ايه مجهول بيتحرش بيا كل شويه اسيبه واروح لاخويا واقول له ان في مجهول بيتحرش بيا بس اخويا عاطيني ظهره وبيلعب ومش بيرد عليا. اخوكي ده صغير ولا كبير؟ اخويا يا شاب متجوز. متجوز. اخوكي بيلعب في مكان الجيم ده او هو اصلا بيروح جيم؟ طيب لا واخوكي لا مش لا واخد ما ايه؟ ما بيروحش الجيم ولا حاجه. انت بتقولي انت واخوكي موجودين في المكان. ايوه وهو بيلعب جيم وعاطيني ظهره وكل شويه اقول له ان في مجهول بيحاول يتحرش بيا. انا بقول كده لو في مجهول بيحاول يتحرش بيا واخويا مش بيرد عليا فبعدين ببص لقيت اخويا جالي مره واحده وبيقول لي خدي حقك منه من المجهول ده فانا طلعت اتهوشت انا والمجهول كده مع بعض شدينا مع بعض في الكلام وقلت اكيد اخويا يحميني وبعدين رحت قافله باب ما بيني وما بين المجهول. ولما قفلت باب ما بيني وما بين المجهول رحت اخويا كنت بقينا في اوضه انا واخويا كده وفي الباب بقى اللي هيخرجنا من المكان كله على بعضه
فبعدين قعدت ادور على مفاتيح بسرعه عشان امشي، فلقيت الدنيا بتمطر ولقيت مفتاح مصدي ومفاتيح عاديه، فلقيت المفتاح المصدي ده هو اللي فتح الباب عشان نهرب من المكان انا واخويا، وفعلا هو اللي فتح المكان، ولقيت روب ابيض فرو جميل قوي، بقول ده الروب ده هيسترني وانا ماشيه في الشارع ويغطي شعري كمان، لقيتي كده يشوف. معلش واحده، لقيتي ايه؟ لقيتي ايه بتقولي؟ روب ابيض فرو روب أبيض. جميل حلو. روب تمام. بقول ده الروب ده هيسترني وهيغطي شعري كمان، لان في زومت من ورا يغطي شعري كمان محدش هيشوفني. تمام. وفعلا تمكنت من فتح الباب وصحيت من النوم على كده، بس كان في قبل من الحلم ده على طول، يعني انا يعني صحيت من الحلم الاولاني قمت من النوم نمت تاني لحلمت الحلم ده، حلمت الحلم اللي قبله ان انا قاعده في مكان وفي ستات مجهولين سرقت منهم اكل وشرب، فراحت ست منهم قامت معاها طفله صغيره وبيني وبينها لوح ازاز قالت لي تشربي شاي، فانا كنت مكسوفه من الناس المجهولين اللي انا سرقت منهم الاكل الستات المجهولين دول، رحت قايله لها لا، رحت قايله على قالت تشربي شاي انت سرقتي حاجه تشربي شاي، هي بتقولي كده تشربي شاي تشربي شاي ستات مش كده تشربي شاي، قلت لها لا، راحت عايده عليا السؤال تاني تشربي شاي، رحت قايله لها لا، فانا قلت لنفسي ده الشاي بيدفي وجميل ليه انا رافضه الشاي، والست واقفه بتبص لي، يعني انا صحيت من النوم والست واقفه بتبص لي على برضه يعني واقفه بتناظرني كده وتبص لي. خدتي الشاي ولا لا؟ ايه انت شربتي الشاي واخدتيه ولا لا؟ هي كانت بتسال لسه هتدخل تعمل بتقولي تشربي شاي انت ما خدتوش يعني؟ انا ما خدت لا، قلت لها لا مش هشرب مش عايز ورحت عامله لها ورحت عامله لها بايديا اشاره النص، نص معرفش اقصد بيها ايه، نص تمام النصر ايه بقى؟ ماشي بقى. شوفي هو طبعا الشاي حلو جدا في الرؤى، عارفه وهي رفضته، هي رفضته دي هو بتقول بقى علامه النصر، يا فرحتي علامه النصر دي. طب يعني ايه بقى؟ لا هي طبعا انا عايزاها في فرصه جايه لها، هي طبعا واضح انها في وقف حال حصل معاها كتير جدا وهي طالبه من اخوها المساعده، ما حدش هيساعدها الا نفسها. وده الجيم ده ايه؟ مش تقويه عضلات؟ فهي محتاجه تقويه نفسها بالقران وبالتحصينات وانها تفكر صح في قرارات حياتها. ما هو اخوها قال لها كمان دافع عن نفسك انت. ايوه ما هي معنى كده انت بقى اللي قراراتك من دماغك. أيوة. انت حتى مثلا لو هي مثلا مأذيه بحاجه حصني نفسك انت، ما حدش هيساعدك في حاجه. طب بعد كده المجهولين دول، المجهولين دول اشخاص مقبلين عليها، انا حسيت ان هم كويسين لانها ذكرت الشاي في الرؤى، ما زعلتهاش حتى شكلهم وحش شكلهم كذا، فانا شايفه انها هتضيع فرصه. في سابق قبل كده كان حصل معاها، ويا ريتها لو معايا تقول لي، كان في حد جالها وكان كويس. فهي علامه النصر هي اللي احنا اتنين، يعني احنا مش عايزين نضيع شخص تاني زي ما ضاع الاولاني. فكلمه النصر هنا لا مش معناها نصر، خدي بالك هو مش عايزه اتوه الناس بس في حاجه، لان علامه النصر زي السبعه والسبعه فيها مشقه شويه. يعني في رموز كده مش هتدخل فيها. طب هي تعمل ايه المفروض في الوضع بتاعها؟ تستخير ربنا وما تستعجلش في اي قرار، وما تاخدش واحد بالمظهر كويس. وما تاخدش بالمظهر لان هي هتاخد كده الهيئه الخارجيه. تمام. فانا عايزاها لا تفكر صح وتبدا تستخير ربنا وتستشير برضو ان شاء الله ربنا يختار لها. طيب مليكة القط والكلب في الاحلام. شوفي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عن القطط، قال عنهم من الطوافات والطوافون، يعني حاجه كده من باب الجن او الملائكه كمان. فاوقات بيجوا في الرؤى، احنا مش هناخدهم بقى من الباب ده بس، لان انا كتير يقولوا لي ايه ده الرسول قال كذا يبقى ده جن، لا اوقات بتكون ذريه بس لما تكون حجمها صغير، يعني القطط الصغيره تحمد في الرؤى. طب ايه الكبيره؟ لو كانت حتى بيضه لا هي دي بقى بناخدها في حته الحسد والضرر والاذى. البيضه ان شاء الله كانت بيضه الحجم الكبير. الحجم الكبير كل القطط الحجم الكبير دي مش حلو. والاسود لا مش حلو خالص. الاسود مش حلو خالص. هو كبير وصغير والله. مش حلو خالص يعني لو حتى ولو بيربيه بقى ايه وضع بقى؟ في ناس بتربي القطط فعلا ودايما تشوف قطط 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 فاوقات بتبقى عقل باطن واوقات بتبقى رؤيه على حسب الرمز اللي ظاهر لي في الحلم. لكن القط الاسود في الحلم وحش. اي حيوان اسود والقط الكبير برضو القطط الكبيره كامله مش حلوه، الصغيره هي اللي حلوه، بس لو صغيره وسودة لا يبقى كده لا مش برضو. حلو الوقت جري معاك يا مليكة بسرعة ونورتيني وأنا سعيدة بوجودك معانا. أنا أسعد والله. تسلم يا حبيبتي نورتيني. أعزائي المشاهدين كده خلصت فقرتنا، فاصل وراجع لكم تاني، استنونا.
الله الرحمن الرحيم. كل سنه وحضراتكم طيبين. اولا انا ما بعملش اعلانات، دي حقيقه وربنا اللي عالم، انما انا تعبان وكان عندي تعب في المفصل وتعب في الركبه اليمين، وخدت ادويه كتير ودهانات كتير وغلبت لحد ما جه حد من الغاليين عليا قوي وقال لي انا استعملت كينج بار ريحني جدا. قلت له بجد؟ خدت الدهان. صدقوني انا استعملت الكينج بار، انا ارتحت جدا، سكن الالم في فتره وجيزه. رحت انا متصل بالشركه المنتجه، قلت لهم انا عايز اقول للناس الكلام ده لانه ريح لي الركبه. قالوا لي ركبه ايه؟ امال لما تعرف بقيت المتخصصين يقولوا لك. قعدت معاهم قالوا لي الانزلاق، المفصل، الركبه، الخشونه، الهشاشه، عرق النساء. اللهم صل على حضره النبي. طب يا جماعه الناس ما تعرفش الكلام ده ليه؟ انا اللي استعملته سكن. قالوا لي لا، الكورس اربعه بيعالج الموضوع من اساسه. جريت رحت جايب الاربعه وقلت لهم انا هقول للناس الكلام ده. صدقوني ربنا يكفيني ويكفيكم شر الالم. عشان وانت بتصلي ما تصليش وانت قاعد، ترجع تركع وتسجد وربنا يتقبل ان شاء الله. ربنا يكفيني ويكفيكم شر الالم. كل سنه وانتم طيبين. يا جماعه انا مش جايه اعمل اعلان، انا جايه اقول لكم على المنتج ده، كينج بار. كينج بار ده منتج ساحر. يعني انا كنت رقبتي كانت فعلا بتؤلمني جدا، حطيت منه مره في الثانيه بدا فعلا الوجع يتحسن جدا. ده بقى للمفاصل، للكتف الموجوع، للرقبه، لاي حاجه بتوجعكم في العظام. كينج بار ساحر، بنصحكم بيه. وانا مش بقول كده عشان اعمل اعلان زي ما قلت لكم، لا، انا لو ما كنتش جربته بنفسي ما كنتش هعلن عنه، لان انا عارفه مصداقيتي عندكم شكلها ايه. فجربوا كينج بار. كينج بار جيل جديد هيخلي عظامك حديد. انا بعمل موظفه في وزاره التربيه والتعليم. بحكم شغلي انا شغاله في مدرسه، طبعا طول النهار اطلع سلم انزل بتاع كده، اروح البيت اطلع السلم، ركب الطقطق، رجلي ايديا الطقطق، عندي تيبس في دراعي، رقبتي، كتفي. بس الحمد لله استعملت حاجات كتير جدا، مفيش اي نتيجه حصلت معايا خالص، لحد ما شفت منتج الكينج بار دوت. انا بصراحه ما كنتش مصدقه ان هيعمل معايا كده، بس فعلا 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 انا استعملته مره واثنين وثلاثه، بس كنت قلقانه يعني. بعد 3-4 مرات كده حسيت بقى فعلا بجد ابتدت جسمي يتظبط، ابتديت اقدر امشي، ابتديت اطلع السلم، ابتديت امارس حياتي طبيعي. ده حقيقي، مش كلام. فانا اتمنى ان انتوا تجربوه، فعلا فعلا مبهر وجميل بجد، يعني حاجة حلوة. يعني أنا فعلا ارتحت، ابتديت أمارس حياتي، وابتدى بيتي أقوم. كنت الأول أعمل حاجة أقعد شوية، أقوم أطبخ أقعد شوية، أروق الشقة أقعد شوية. بجد من ساعة المنتج ده أنا ما استعملته، الكينج بار فعلا غير لي حياتي بجد. أتمنى إنكم تستعملوا. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة تانية. ألم العظام والمفاصل أصبحت شكوى الجميع بمختلف الأعمار، لكن بيختلف الأسباب من شخص للتاني، ورغم تعدد الأسباب بس الألم واحد. عشان كده النهاردة معايا منتج بجد أثبت فعالية ونتائج كبيرة، وده طبعا بشهادة كل اللي جربوه، وكمان مرخص من وزارة الصحة وآمن لكل الأعمار. هنتكلم عنه أكتر ونعرف مكوناته ومدى فعالياته من خلال ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني في خطوة عزيزة، دكتورة بسمة السباعي، خبيرة التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتورة بسمة. أهلا بيك. منورانا، وأنا سعيدة بوجودك النهاردة معانا. دكتورة بسمة، عايزين نتكلم عن منتج كينج بار. زي ما حضرتك طبعا شفتي التقرير اللي اتعرض من شوية، طبعا الحاج أحمد الكحلاوي شيخ المدحين جربه واتكلم عنه، وهو طبعا بعيد كل البعد عن أنه يعمل دعاية للمنتج. هو فعلا ما يعني جربه وشاف نتيجة فعلا، وقال بمصداقية أني ده فعلا بعمله، وأنا مش بعمل دعاية للمنتج ولا بطلع بقى أقول الكلام ده.
طبعا ده بحكم طبيعته الشخصيه كمان. أكيد. الفنانه هاله فاخر، الناس كتير جدا جربت المنتج، فعايزينك تكلمينا برضو عن المنتج. يعني ما شاء الله استحوذ على يعني اهتمام، وناس كتير جربته، وفعلا بشهادتهم اثبتوا ان هو فعلا يعني بيفوق منتجات كتير جدا موجوده في السوق. ده بقى لانه حاجات طبيعيه 100%. آه. حاجات طبيعيه، مستخلصات طبيعيه جدا، مرخص من وزاره الصحه، ودي اكتر حاجه انا بحب دايما اكد عليها. ايوه دي اهم حاجه طبعا، بتطمنا يعني احنا كشعب. آه. بتطمنا اكتر. وبعيدا بقى عن الحاجات الكيميكالز اللي ممكن يبقى ليها اي اضرار تانية او تاذينا او مش قادرين ناخدها، فدي بتبقى مشكله تانية. أيوة. فعشان كده بنروح شويه للحاجات الطبيعيه، وفي نفس الوقت احنا شعب بيحب النتيجه السريعه. ايوه على طول، النتيجه اللي يحس انه فيها فعلا راحه. ايوه، فكل الموضوع انه كينج بار هو فيه شويه حاجات طبيعيه هنتكلم عليها، هنتكلم هو ايه المكونات بتاعته او ايه الفايده اللي احنا بنوصل لها. ناس كتيره قوي عندها الام في المفاصل، عندها روماتايد، عندها روماتيزم، عندها التهابات، خشونه. تيبس، الام العمود الفقري بالظبط، كرامبات بتحصل لهم. حد اسمع يقولي وانا ماشي ركبتي تلوت، ركبتي طقت، ممكن تلاقي حد رجله بس تتلوي حاجه بسيطه فجاه بقى في شرخ، في كسر، لانها ضعيفه، الخلايا نفسها ضعيفه. وبرضه بترجع للسن على فكره يا دكتوره بس. بترجع للسن. اه طبعا. بس بقينا في فتره دلوقتي ملهاش كمان علاقه بالسن، في ناس بحكم شغلها واقفه عدد ساعات طويله. اه. بتتحرك مثلا، بتطلع سلالم وتنزل كتير جدا. ايوه. ما بتهتمش بصحتها، في حاجات قلت في جسمها. وحكم تخصصك برضه طبعا التغذيه العلاجيه او التغذيه مهمه جدا. اكيد اكيد. دي مهمه اساسي. بالظبط، في حاجات. آه. بتنقص في جسمنا سواء بالسن او حاجات احنا مش مهتمين بيها زي فيتامين كثيره او معادن كثيره. آه. عشان كده كينج بار في شويه معادن وفي شويه فيتامين علشان تعوض لنا الحاجات اللي احنا ممكن تعرضنا لاي ضرر. آه. وفي نفس الوقت تدينا النتيجه اللي احنا فعلا محتاجينها. يعني زي ما قال مثلا حاجة الكحلاوي، هو قال ان في ناس بتصلي وهي قاعده. ايوه، بتبقى نفسها تصلي وهي يعني واقفه في خشوع وراحه تامه. اكيد. فاحنا دلوقتي هنتكلم مثلا عندنا كينج بار، اولا هو كريم وجل في نفس الوقت، الاثنين مع بعض، اثنين في واحد. ايوه، وفي ناس بتميل للجل اكتر وفي ناس بتميل للكريم اكتر، فالكينج بار دلوقتي بقى الاثنين في واحد. طب ده حلو جدا. طبعا الجل من الحاجات اللي بتساعد على الامتصاص اكتر، سهل الامتصاص. بالظبط. طبعا، وفي نفس الوقت. وفي نفس الوقت هو في تقنيات النانو تكنولوجي. بالظبط. فده بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الجزيئات صغيره خالص فبيسهل امتصاصها، فبتعمل نتيجه اسرع. خلاص، دي من ضمن برضو الحاجات المختص بيها كينج بار. في حاجه مثلا زي النعناع. أيوة. والنعناع من الحاجات المسكنه الطبيعيه جدا. ناس كتير على فكره ما بتقدرش، او مش ما بتقدرش بقى، هي ممنوعه منعا تاما من المسكنات عشان مثلا معدتها او قولون مثلا او قولون. او هتعمل لها اي ضرر تاني. فاحنا هنا عندنا النعناع مسكن طبيعي جدا، بيمنع اي تورم واي احمرار بيحصل. لان طبعا في مع اختلاف الاعراض في ناس بيكون عندها شويه تورم شويه احمرار، فالحاجات دي بتتقل الرجل لو الموضوع مثلا في الرجل. أيوة. بتتقل مثلا الكتف لو في مشكله مثلا في الكتف. من ضمن الحاجات كمان اللي بنتعرض لها في الفقرات الفقره العنقيه والقطنيه. أيوة. من اكثر الحاجات اللي بتقابلنا فيها مشاكل، وخاصه اللي بيقعدوا قاعد مده طويله، اللي بيسوق عربيه مده بالزبط. طويله ماسكين اللي الموبايل على مكتب في بنوك. بالظبط، قاعدين. على اللاب فتره طويله زي ما قلتي فعلا في العربيه. فكل الحاجات دي، عشان كده مثلا عندنا حاجات زي الجلوكوماز ماين سلفيت، ده من الحاجات اللي بتخلي بتساعد على عدم تآكل الغضاريف، ودي نقطة مهمة جدا 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 لازم نركز عليها. الحاجة التانية بتمنع الالتهابات، والالتهابات هي بتيجي من ايه؟ من كتر السموم اللي في الجسم. ايوه، فبتعمل لنا التهابات. فهنا بتقلل طبعا الالتهابات، بتقوي المفاصل، بتمنع آلام الروماتويد والروماتيزم. ايوه. عندنا حاجة مهمة قوي بقى، زي عندنا الكاموميل. الستات لما بتكبر شوية في السن بيقل هرمون الاستروجين. أيوة. خلاص، فبيعمل ايه؟ بيعمل هشاشه في العظام مثلا. ده للستات بس. ليه يا دكتوره بس؟ والرجاله برضو فين؟ بس في الستات عشان بشكل اقوى شويه، عشان طبعا الخلفه والاولاد والكالسيوم الحاجات دي كلها. فهنا عندي الكاموميل بيحارب او بيقاوم الهرمون ده علشان يعوضه، فبالتالي يقلل، او مش يقلل كمان، هو بيخفف هشاشه العظام. يعني في فرق بينه بيقلل او بيخفف، واحنا هنا كينج بار هو بيعالج، مش بس حاجه وقتيه، مش بس مسكن وقتي، لا هو في علاج، ولازم نفرق ما بين الاثنين. هو بيسكن وحاجه مسكن وقتي وبيعالج ولا بيعالج؟ هو بيعالج. خلاص، ومناسب جدا جدا لجميع الاعمار، لاي مرحله عندها مثلا هشاشه.
المرحله الاولى الثانيه ممكن بدايه الثالثه شويه لكن مراحل متاخره لا مجرد مسكن فقط لا غير بالظبط في مراحل متاخره قوي عشان كده بننصح بقى بايه ان احنا نستخدمه يعني انا بنصح دايما الناس اللي بتتابعنا دلوقتي انها تاخد قرار ان هي تستخدمه علشان ما نوصلش مراحل متاخره نوصل مراحل متاخره ما محتاجين علاج بشكل اقوى احنا محتاجين وقت اطول بس مع ناس كتير بتقول لي انا بقالي مثلا شهر شهرين باخد مثلا كورسات من الابر او كورسات من الكبسولات مفيش اي نتيجه إبر كمسكن يعني للألم وعلاج عموما وعلاج مسكن وعلاج مفيش أي نتيجة وفي ناس بقى خلاص بتبقى عارفة يئست أو استسلمت فبالتالي الحالة بتتدهور أكتر أكيد فعلشان كده إحنا بنقول إن إحنا نستفيد بكينج بار إنه 2 في 1 دلوقتي كريم وجيل وإنه في حاجات طبيعية وطبعا خاصية التكنو نانو تكنولوجي هو دلوقتي أكتر. يعني التركيبة بتاعته بقت فيها الجيل وكريم مع بعض مظبوط دي حاجة جديدة في المنتج حاجة جديدة وبتساعد على الامتصاص أكتر في كمان فيتامين إي هايل طبعا فيتامين إي لما بينقص في الجسم إيه اللي بيحصل؟ بيبتدي عندي هشاشة العظام بيبتدي عندي صعوبه في المشي بيبتدي عندي تشنجات او تنميل ناس كتيره بتقول بحس دايما بتنميل في رجلي تنميل في ظهري تنميل في كتفي في كف ايدي ده نقص فيتامين اي نقص فيتامين اي فعشان كده فيتامين اي معانا في كينج بار علشان يقوي ويعزز طبعا صحه العظام وفي نفس الوقت بيكثف العظام نفسها من ضمن برضو الحاجات زي ما قلنا الحاجات كلها طبيعيه زيت القرنفل القرنفل المسكن مسكن ده معروف حتى الام الاسنان دايما يقول لك خدي قرنفل تحت الضرس يهدي شويه مظبوط هو الحاجات كتيره يعني كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها فكره طبيعيه دي هي الفايده لحاجات كتيره في جسمنا بس احنا النهارده مركزين اكتر على الحاجه اللي بتقرك الناس كلها وهي العظام والظهر والمشاكل اللي بنقابلها طبعا القرنفل هو فعلا مسكن مضادات اكسده مضادات اكسده هنا يعني هتمنعني الالتهابات وهتقلل عندي او تمنع عني السموم لان السموم هي اللي بتوصلنا لموضوع الالتهابات خلاص فكره كمان ان هو في شويه معادن زي الكالسيوم والفوسفات طبعا وفي كمان المنجنيز ومنجنيز من الحاجات اللي بتعزز صحه العظام وبتعيد بنائها وبناء الغضاريف انت متخيله القرنفل نفسه بيعمل ايه كلها حاجات طبيعيه طبعا امنه جدا ما فيهاش اي يعني نعناع قرنفل كاموميل فيتامين اي والكاموميل بيعتبر مرطب او مهدئ صح مهدئ مظبوط يعني بصي الكاموميل حاجات كتير قوي للمعده للبشره مهدئ للجلد للأرق للجلد طبعا طبعا عشان كده بقول لك هي كلها حاجات طبيعيه يعني حتى بصي في ساعات بتجي لنا مشاكل ناس عندهم حساسيه معينه فمن دهان معين ممكن او التركيبه اللي موجوده في الدهان يحصل مشكله احنا بنتكلم على كينج بار في كل حاجه طبيعيه آمن 100% فيتامين اي هو مخصص اصلا للجلد كمان كاموميل نفس الموضوع النعناع مسكن وفي نفس الوقت بيدي زي بروده في المفاصل او في المنطقه اللي احنا بندهنها فبيروح بسرعه بيدي اشارات للمخ علشان المخ يدي اشارات انه يحصل فيه تدفق في الدم فيدفي المنطقه دي ويسكنها وفي نفس الوقت بالتركيبات الباقيه بيوصل للعلاج معاها طيب احنا معانا تقرير دلوقتي الاشخاص استخدموا منتج كينج بار وحققوا طبعا الحمد لله حالات نجاح جامده جدا نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك انا اسمي فوزي اسماعيل محمد انا شغال ترزي وبقف طبعا فتره طويله في ناس وصفت لي ان انا اخد المنتج دوت فانا استعملته فصراحه ربنا كان كويس وطبعا انا كنت في اوروبا واستعملت حاجات كتير في اوروبا كمنتج زي ده وغيره 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 بس ده افتكر مفضل عن الاخرين صراحه ريحني والوقت طبعا بنام مرتاح وبقوم مرتاح والوقت بقدر اشتغل اكتر من الاول وطبعا بتحرك اكتر من الاول وبمشي اكتر من الاول كونج بار ده انا استخدمته صراحه ربنا ان انا بقيت احسن في تعاملي واحسن في مشي واحسن التحرك وبدأت اشتغل احسن من الاول انصح كل زمايلي في المهنه بتاعتي ان هم يستعملوا كينج بار لان ده يعني يخليهم ان هم يكونوا عندهم اكتر تحرك واكتر موفمنتو واكتر حاجات زي كده واتمنى من الله ان انتم تحاولوا تستعملوه كزمايلي او غير زمايلي في مهنتي ولا غير مهنتي وشكرا كينج بار في ظهر الشقيانين
دكتورة بسمة، تعليق حضرتك على التقرير اللي شفته. طبعا هو ترزي ومهنته بتبقى بتطلب منه ان هو يفضل واقف تقريبا يمكن اليوم كله عشان ايه يشوف شغله، وهو راجل كبير يعتبر، لما استخدم المنتج فعلا حس بتحسن. وهنا بقى المعادلة الصعبة، انه سنه كبير، ربنا يديله الصحة ربنا يبارك له في عمره، انه سنه كبير، انه عدد الساعات والمجهود اللي بيعملها كتير، فانه كينج بار يوصل معاه للمرحلة اللي هو بيقول عليها او الفيدباك اللي هو وصل له او العلاج اللي وصل له، دي حاجة هايلة جدا. فعلشان كده كمان بنقول لا، احنا كمان بلاش نوصل للمرحلة دي، احنا من بدري شوية، من بدري بقى بالظبط. والله الموضوع ما بقاش كمان مرتبط زي ما قلت لك في الاول بسن بس، لا والله في شباب صغير على فكره كتير كمان، يعني كتير جدا بيبقوا مثلا حاجه و20 و30 وبيبقوا مش قادرين مثلا يطلعوا او مش قادرين يشيلوا، لا ده انا حاسس بالم في رقبتي، ظهري من تحت بيوجعني. مظبوط، كتير شكوى الجميع. مظبوط. على فكره الناس مثلا ساكنين مثلا في ادوار عاليه ما بيقدروش يطلعوا بعد ثالث دور، يقف خلاص شكرا، يقفوا يريحوا. فده بيعرضهم بعد كده، عارفه بيبقوا نازلين اصلا مع السلم، فعلا بيتقال انا بحس باللويه بتاعه ركبتي، بحس او رجلي خانتني، صح، او رجلي خانتني، او بسمع طقطقه ركبتي. ما بيبقوش قادرين. على الجانب الاخر الناس برضو اللي بتشتغل مثلا بايديها كتير، او ايديها يعني مضطرين انها تبقى في وضع معين في خلال الشغل، ده بيأثر يعني بقى ايه، مش الايد بس، مش كف الايد بس، المفاصل كلها، بالكتف، بالرقبه، كل ده تبقى فيه مشاكل، فكلها بتبقى مرتبطه ببعض. اكيد طبعا. وكمان فئه العمال برضو اللي بيشيلوا مونه وبيطلعوا على سقالات ادوار، حاجات فوق التحمل. بالظبط، دي مشقه في حد ذاتها. لو احنا قلنا نوع من انواع الاستشفاء او ان انا اخده كوقايه، مظبوط، ايه المانع؟ كوقايه، او حتى لو عندي يعني حاجه بسيطه بدايه. مظبوط، ما وصلش لمرحله ان هي الموضوع يبقى متاخر، لا الموضوع يبقى بدري شويه. عندنا مثلا حاجه برضو زي شجره طبيعيه جدا وزيت طبيعي جدا، الابليكتس ده بيمنع التشنجات وفي نفس الوقت بيقلل الالتهابات. خلاص، عندنا مثلا حاجه زي المسايل سولالسيت، ده من الحاجات اللي بتقلل، عارفه الالتواءات، الاوتار الضعيفه، تهدي، تقصدي بتهدي، بتمنع بقى اي ضعف، بتمنع اي التواء، زي ما كنت بقول من شويه ممكن اي حد رجله تتلوي يحصل شرخ، قعد في جبس شهر ونص مثلا، شهرين، مجرد حركه بسيطه زي جدا، زي بتقوي شويه، علشان مش اي خبطه، مش اي التواء مفاجئ يوصلني لمرحله ان انا اقعد من غير شغل في البيت مثلا شهرين. ايوه، فبيحميني في نفس الوقت، بيعالج الناس اللي عندها عرض فعلا بشكل مباشر، هو بيعالج دايركت، زي ما قلنا انه جل وكريم في نفس التوقيت او في منتج واحد، فبيساعد على الامتصاص اسرع. يعني ممكن ناس تقول طب هو من مره مرتين هيوصلني النتيجه، هيوصلك للراحه. ايوه فعلا، يعني هتحسي بالراحه، فاحنا لما بنحس بالنتيجه بنكمل على فكره. اكيد طبعا، بانك انت خلاص جربتي المنتج وحسيتي ان هو بيهدي الالم اللي انت تعبانه طول اليوم ومش قادره تستحمليه، ولما بنحس بالنتيجه بنرتاح، بنطمن، ده هيجيب معايا نتيجه، فهيبقى عندي هستمر عليه طبعا. عارفه في شغف ان انا اكمل. أيوة، ان انا استمر. ونقطه مهمه قوي في استمر دي هي الاستمراريه. ممكن يكون على فكره منتج هايل جدا، وان انا قصرت في ان انا ما استمرش فيه، ان انا ما وصلش للنتيجه اللي انا محتاجه احققها. فعشان كده بنقول كينج بار احنا هنستخدمه بشكل امن جدا، بنتيجه سريعه جدا، بعلاج سريع واستشفاء، وفي نفس الوقت مصرح من وزاره الصحه، وانا دايما بقعد اكد على اي حاجه مصرحه من وزاره الصحه، لانها واحنا مغمضين مطمنين. الحاجه الاهم انها كلها حاجات طبيعيه جدا، لما نتكلم في حاجه زي فيتامين اي، زي الكاموميل، زي القرنفل، زي الكريستالات النعناع، كل الحاجات دي كلها حاجات طبيعيه 100%. ايوه، فهي مش هتضرني في حاجه اكيد، ففكره بس ان احنا ناخد القرار علشان نجرب ونشوف النتيجه فعلا انا وصلت لايه. وفي نفس الوقت احنا عارفه بيبقى فيه زي في حاجات بتنقص في ما بين المفاصل، الماده الزلاليه. ايوه، فده اللي بيعمل احتكاك ما بين المفاصل وبعضها والفقرات، فبالتالي بيحصل خشونه واحتكاك، ومع الوقت تاكل. فعشان كده احنا المنتج ده لما بيمتص دايركت وبالشكل الامن اللي معمول بيه والنانو تكنولوجي، كل الحاجات دي كلها بتوصل انه يحسن ما بين المفاصل، عارفه بيبقى فيه زي ليونه زي ما بنقول. ايوه، فبيمنع الخشونه، بيمنع من ان احنا نوصل لتاكل الغضاريف. دي
ليها عمليات اصلا، فانا دايما بقول بتبقى المراحل المتاخره المراحل في الخشونه بقى دي بتضطري لا قدر الله انك تلجئي للعمليات الجراحيه، تغيير مفصل، الحاجات دي كلها، التثبيتات، كل الحاجات بنسمع عنها كتير قوي. في حاجات على فكره بتبقى نتائجها ضعيفه. أيوة. يعني في ناس بتخاف تدخل العمليات دي علشان نتائجها ضعيفه. طب احنا ليه اصلا نوصل للمرحله دي؟ ليه نوصل للمرحله دي؟ طب ما انا عندي اهو منتج ممكن انا في البدايه بالزبط. لان انا استمر مره واثنين وثلاثه واخد الكورس، كورس اعتقد 4 بوات بالظبط صح؟ هيبقى كل الحكايه، بس احنا نتواصل مع الفريق واستخدمه كم مره برضو يا دكتوره بسمه؟ من مره لثلاث مرات في اليوم. ونتواصل برضو مع الارقام اللي موجوده معانا على الشاشه عشان نتواصل مع الفريق الطبي علشان يقول لنا بالظبط استخدامه بالطريقة الأمنة اللي توصلنا للنتيجة اللي احنا محتاجينها. وخلي بالك برضو يعني أنا ممكن مثلا في حاجات تخصصات شوية أحتاج فيها أن أنا مثلا أستخدمها مرة واحدة، حاجات اللي لسه بسيطة، ممكن مثلا عندي خشونة قوية شوية أو التهاب قوي شوية أستخدمه مثلا مرتين ثلاثة. فعشان كده بنحتاج أن احنا نتواصل دايركت مع الأرقام الموجودة معنا على الشاشة، نستفاد بالعروض اللي موجودة معنا، إنه أكيد في عرض وفي أوفر طبعا، نستفاد بأنه دلوقتي المنتج بقى فيه حاجة جديدة وهو أنه هو كريم وجل في نفس الوقت، فنستفاد بكل ده وما نوصلش للمرحلة اللي هي ممكن بعد الشر، بعد الشر تحسسنا بعجز. عارفة إحنا شعب شوية عاطفي قوي، فلما بنحس أن صحتنا بتتدهور نفسيتنا بتتعب، حتى لو قادرين ننتج حاجه ما بننتجهاش. عارفه فكره الاستسلام؟ ايوه. فعلشان كده انا دايما بنصح ان احنا لا ناخد بالنا من صحتنا، ناخد بالنا ونركز كويس قوي احنا بنعاني من ايه بالظبط. خشونه هيعالجها كينج بار، الام روماتويد او روماتيزم او التهاب مفاصل او تورم او كل الحاجات دي. طب كلها ازاي انا كمريض اعرف ان انا محتاج كينج بار من غير ما ارجع لدكتور بقى؟ عن طريق ان انا اتواصل مع الارقام الموجوده عندي على الشاشه. اقول سني قد ايه، طبيعه شغلي عباره عن ايه، ايه الحاجه اللي بعاني منها بالظبط، خلاص عمري طبعا. طب هل مثلا لما بعمل شغل بشكل معين او بشيل مثلا وزن معين او بعمل مجهود معين في حاجه معينه بحس بيها مثلا زي طقطقه، زي مثلا تورم، زي الم مثلا مستمر ما بيروحش، كل الحاجات دي كلها هتوصلني ان انا اتاكد انا عندي ايه من الحاجات اللي ممكن يعالجها لي كينج بار. تمام. طيب احنا معانا برضو تقرير دلوقتي هنشوفه ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. السلام عليكم، انا اسمي شعبان مجاهد من البراجيل، وكنا انا مترددين على المسجد، كنت بقدر اصلي الاول وانا مستريح، تعبت شويه فبقيت اقعد على الكرسي، وفجاه حد نصحني باستخدام كينج بار، والحمد لله بقى كويس واقدر اصلي وانا واقف واروح واجي واطلع السلالم واستخدمه. تمام. انصح اي حد تعبان وسنه من سني ومش قادر يتحرك لا يروح هنا ولا هنا كينج بار، ومنتج محترم ووزاره الصحه مصرحه بيه حاجه كويسه. نصيحه مني اي حد تعبان مش قادر يتحرك يمين ولا شمال لا يروح الغيط ولا هنا ولا هنا يجيب كينج بار ويستخدمه. تمام، واضح عليه ان هو حاجه كويسه يعني، وانا جيت بنفسي عشان اقول ان المنتج ده عمل معايا مفعول. انا استخدمت كينج بار ده، جبته اكتر من مره، استخدمته حوالي 5 6 مرات على رجلي، على المفاصل، على ظهري، على حاجات كتير في المفاصل وتحسنت عليها، واستخدمته واديته ونصحت اولادي والبيت يستخدموه، وناس من جيراني كمان اديت لهم وبيشكروني عليه وبيطلبوا ان هم يجيبوه مره ثانيه. كينج بار في ظهر الشقيانين. منتج كينج بار كويس طبعا للعظم، عشان دلوقتي انا واقف على رجلي طول النهار 12 ساعة، فركبتي كانت بتوجعني ما اقدرش اقف على رجلي، دلوقتي الحمد لله بقف على رجلي كويس. ودلوقتي بروح الجامع وكويس الحمد لله ان انا بقدر برضه اصلي وكويس كده، و 54 سنة انا الحمد لله ان انا واقف على رجلي. فالمنتج ده كويس، اللي استعمله مرة مش هستعمله الثانية. بنصح اي حد شغال في المهنة بتاعتي ان هو يستعمله، واي حد طبعا بيقف على رجله اي شغلانة، مش لازم شغلانة انا، اي حد شغلانة، اي شغلانة تانية لازم يستعمله، عشان الحمد لله ده كويس ووقفنا على رجلي. دلوقتي انا كنت واقف على رجلي 5 ساعات ما كنتش اقدر اشتغل، انما بعد ما استعملت كونج بار بقيت اقف 12 ساعة 10 ساعات، فالحمد لله رب العالمين. كينج بار في ظهر الشقيانين. طبعا حضرتك شفتي يا دكتوره ما شاء الله، يعني اللي يفرح انك انت شايفه
ايه؟ نتائج. نتائج طبعا نتائج جميله من مكوجي لترزي العمال. خلي بالك كلها اشغال صعبه جدا وبتاخد ساعات كتيره واقفه على رجليا وحركه ايد مستمره سواء عامل او مكوى مثلا او ترزي. ففي حركات المكوى الحاجه الوحيده اللي ممكن ما يقدرش يقعد لازم خالص. يفضل واقف يعني بالضبط. دي اصعب شغله على فكره. يمكن ممكن الترزي ممكن اقعد شويه قاعد على مكنه الخياطه لكن مهنه المكوجي نفسها في حد ذاتها لازم يفضل واقف. لازم يفضل واقف. في الترزي بقى العكس، هو لازم يفضل عارفه في شكل كده في القعده، فهتلاقي الرقبه مش بالشكل الصحيح او الظهر. تمام. فده اللي بيعمل لنا كمان مشاكل والتهابات، فعلشان كده النتائج بتفرحنا لما بنوصل فعلا. احنا كمان برضو معانا هو على التعليقات بعض الناس على السوشيال ميديا على منتج كينج بار. طبعا يعني كلها استلمته واستعملته والمنتج فعلا ممتاز، بشكركم. بصي هي كلها اصلا مسجات استلمت الاوردر والف شكر، المنتج ممتاز جدا ونتيجته مبهره، الف شكر. التقنيه عاليه جدا دكتور ماهر حيدر، وصلوا كويس جدا الحمد لله، في تحسن بصراحه جميل وريحني. وكنت طلبت عبوتين، اخذت واحده وصاحبتي يا كمان دي وزعته وارتحنا عليه الحمد لله. طبعا ده جميل يعني ان هي مش لوحدها استخدمته بالظبط. دي متى سوف ترسل لي العبوه؟ طبعا لو سمحت عايزه كورس تاني على نفس العنوان والموبايل وشكرا. الحمد لله الكورس الاول جاب نتائج جيده جدا. طب ده يعني الحمد لله هو ده بقى اللي احنا بنركز عليه. جزاكم الله خيرا، استعملوا ابني والحمد لله جاب تحسن، منتج سحري ومعالج. شفتي سحري دي جامده جدا. هو سحري فعلا. شكرا لحضرتك. طبعا يعني الجرعه وصلت، شكرا جزيلا لحضرتك. كنت عاوزه اعرف كم مره في اليوم الاستخدام. هو طبعا قلتي حضرتك ثلاث مرات. طبعا انا استعملته من يومين وحسيت بتحسن في الرقبه والظهر. انا عندي عرق نسا، هل بيقلل الالتهاب بالرجل اليسرى؟ في يومين حسيت بتقدم. صح مظبوط. الكريم بيشفي الالتهاب الفخذ الشمال او العصب المرمي. اذا حضرتك بقى اشرحي لنا بقى التفاصيل دي اكتر. بصي هو الفكره كلها اللي برضو كنت عايزه اتكلم وهنا برضو دي. ابني استخدمه، ابنها الصغير برضو استخدمه وجاب معانا نتيجه كويسه برضو. اتفضلي. اللي كنت عايزه كمان اركز عليه ان احنا مع بدايه اختلاف الجو ودخول الشتاء او ان الجو يبقى فيه بروده شويه بيبين ضعف العظام. يعني اي حاجه ضعيفه في العظام سواء بقى الاطراف المفاصل. انت طبعا في فصل الشتاء ما بتبقيش حاسه بالاطراف. بالظبط. ده شيء طبيعي. لا ولو في خشونه تلاقيها بتزيد، لو في التهابات تلاقيها بتزيد. فعلشان كده زي هنا مثلا في من ضمن المسجات كان عرق النسا، العرق النسا بيكون مصاحب لالم رهيب. طبعا رهيب جدا. كينج بار بيقضي على الالم ده. وعلى فكره ما بتقدريش تقومي خالص. خالص. فيعني في ناس بجد هم بيبقوا استمرار دي حقيقة. وعلى الارض يعني حتى كمان مش مثلا سرير او كده، هو ليه وضعيه معينه عرق النسا لما بيجي الالم مصاحب ليه. فهنا كينج بار بيقضي على الالم ده تماما. فعلشان كده لو تلاحظي في المسجات هي كلها بيحكوا عن انه حسوا بنتيجه بسرعه. أيوة. حسوا بنتيجه بشكل سحري. وفي ناس ما كانتش لسه كملت كمان باقي الكورس، فكمان لما بنكمل بقيه الكورس لا بناخد النتيجه الفعليه اللي احنا كمان محتاجينها. ايوه. طيب نصيحه حضرتك اللي بتوجهيها للساده المشاهدين طبعا اللي بيشوفونا بقى. النصيحه ان انا استفاد بانه دلوقتي كينج بار بقى كريم وجل يعني 2 في 1. ايوه. استفاد بان الارقام موجوده معايا على الشاشه، فاستفاد بالعرض اللي هيكون موجود معانا. استخدم الكورس زي ما هو، لو الم صغير بلاش اتجاهله لانه ده بيوصلنا لمراحل صعبه جدا. لا قدر الله احنا في غنى عنها بصراحه يعني. ده مزبوط. يعني احنا بنقول في البدايات يعني اول ما نحس باي الم نقول على طول نعمل مزبوط. ايه وكل الحاجات اللي ممكن تقل في جسمنا احنا عندنا مكونات بتعوضها. يعني الحاجات اللي بتقل في جسمنا عشان توصلنا لالتهابات او روماتيزم او روماتويد او التهاب المفاصل زي الجلوكوز اماين سلفيت ده بيقل مع تقدم السن. فهنا لا موجود معانا في كينج بار. فيتامين اي بيقل برضو سوء تغذيه بقى سن معانا في كينج بار. عندنا كمان هرمون الاستروجين لما بيقل كمان فبيوصل لهشاشه العظام. لا عندنا هنا كمان الكاموميل بيقاوم الهرمون علشان تبقى الموضوع كله متكامل كعلاج وكمسكن وكنتيجه تقويه عضلات
هنحمي نفسنا من اي التواءات مفاجئه، نحمي نفسنا من اي ضعف في المفاصل او ضعف في الاوتار، فكلها حاجات طبيعيه امنه 100%. وتاني باكد انه الكريم في جل هو بيساعد على الامتصاص السريع فباخد نتيجه سريعه. باكد على تاني حاجه كمان مهمه، انه مصرح من وزاره الصحه وامن 100% بكلها حاجات طبيعيه ومستخلصات طبيعيه. احنا بنشكرك دكتوره بسمه السباعي خبيره التغذيه العلاجيه، ونورتيني وخطوه عزيزه. ميرسي. تسلمي حبيبتي. اعزائي المشاهدين كده خلصت فقرتنا، فاصل وراجع لكم تاني، استنونا. لفيت على الدنيا كلها عشان خاطر كل حد ينظم لي السكر، للاسف فشلت. السكر كان تعبني في ايه بقى؟ تنميل في دماغي، تنميل في ايدي وفي رجلي، وكان على طول تشنجات في ايدي، بنام كتير، ما بقدرش اعمل شغل بيتي. اخدت اول جلسه وتاني جلسه وتالت جلسه، انا رابع جلسه اللي لاحظت فيها ان فعلا السكر بدا عندي يتزبط. كنت باخد انسولين 60، بدات دلوقتي مع الاكسجين النشط اخد 30، 20 الصبح و10 بالليل. الاكسجين النشط انا لاحظت ان هو مش بيعالج السكر بس، بيعالج حاجات كتير قوي. هو عالج لي التشققات بتاعه الايد، شقات الرجل، عالج لي الشعر اللي كان بينزل بطريقه غير مهوله وكل شويه اقص فيه، عالج لي بشرتي. حاليا الحمد لله ظبطت السكر وظبطت الجرعه، وهستمر كمان معاهم هنا لحد ما امنع خالص الانسولين. مريض سكر ده، سمعت على الاكسجين النشط، خدت جلسه واثنين وثلاثه اتحسنت بتحسن من خامس جلسه، وجلسه 12 مفيش اي الم والحمد لله. كان عندي الضغط والسكر والقلب، كنتش بقدر امشي ولا من رجليا ولا من ايديا، والحرقان في ايديا على طول. خدت 12 جلسه الحمد لله زي الفل. حسيت بالتحسن من اول جلسه، التحسن اللي انا حسيت بيه ان انا رجلي كانت على طول وجعاني، وكان في الم على طول، الجسم مكسر، كل الكلام دوت الحمد لله من اول جلسه راح. مش هقول لك من تاني جلسه او تالت جلسه، لا انا حسيت بيه من اول جلسه بصراحه. السكر نزل خالص، المكان 400 وفجاه نزل 93 بعد جلستين، والله اكبر، البركه في ربنا وفي الدكتور. كنت على طول تعبان، اخذت 10 جلسات بس انا اتحسنت تالت جلسه. السكر كان عالي جدا، جيت هنا المركز واخدت الاكسجين النشط الحمد لله وارتحت. كنت بعاني من مشاكل في اعصاب طرفيه وضعفات السكر عامه، وسمعت عن الاكسجين النشط وبدات اخد الجلسات، والحمد لله في تطور كتير يعني من ناحيه الاحساس ومن ناحيه كل حاجه الحمد لله. كنت بعاني من مرض السكر ومضاعفاته، عندي التهاب في الاعصاب جامد شديد شديد، رجلي كانت بتألمني الم جامد، فالحمد لله من اول جلسه بقيت حاجه تانية خالص، رجلي ابتديت احس بيها ما كنتش بحس بيها، سكري اتظبط احمدك يا رب. اكسجين نشط فرق في حياتي جامد جدا، انا ما كنتش بتحرك، دلوقتي انا كويسه جدا وبتحرك وبروح وباجي، بعمل مشاويري، بعمل شغلي كويس جدا. مركز كيور كليني انا بشكره جامد جدا. كان عندي السكر من 2002، وكنت بحس بحرقان في رجليا وزغلله في عينيا، والحمد لله دي خامس جلسه ليا، الحرقان راح الحمد لله، والتنميل اللي في رجليا خف بنسبه 65%. ما كنتش بقدر امشي على رجليا، كاني ماشي على سفنج، وحاسه ان هي ورمه من تحت. لما جيت ان هو عطوني طبعا الجلسات دهيه فارتحت عليها، والحمد لله انا يعني اتحسنت كتير عن الاول. كان عندي سكر عالي والضغط عالي، وجيت الحمد لله في مركز كيور، والحمد لله السكر نزل والضغط نزل وبقيت احسن من الاول بكتير. نزل دي اسكندرانيه نزل. الأكسجين النشط أصبح له دور مهم جدا وفعال في علاج جميع الأمراض، وبيساهم بنسبة كبيرة في علاج الأمراض المناعية وأمراض النساء، وكمان بيساعد على تسليك الشرايين، وده طبعا بيساعد على ضخ الدم بشكل أحسن، وبالتالي العضو بيعمل بكفاءة أعلى. مركز كيور كلينيك وباستخدامه الأحدث التقنيات في العلاج بالأكسجين النشط زود من حالات الشفاء لجميع المرضى. هنعرف ونتكلم في كل تفاصيل ومراحل العلاج من أول جلسة لحد ما يتم الشفاء إن شاء الله، مع ضيفي اللي مشرفني في خطوة عزيزة الدكتور شادي محمد، استشاري نساء والتوليد وتأخر الإنجاب والعلاج بالأكسجين النشط ومدير وحدة النساء في مركز كيور كلينيك. أهلا بيك دكتور شادي. أهلا وسهلا بحضرتك، الله يخليك، منورنا. تسلمي، ربنا يخليك. دكتور، عايزين تكلمني حضرتك في البداية عن دور الأكسجين النشط في تنشيط الخلية. طيب احنا عايزين نوضح يعني ايه أكسجين نشط. تمام، اوكي. الأكسجين النشط هو عبارة عن أكسجين ثلاثي الذرة، يعني احنا الأكسجين العادي اللي احنا بنتنفسه في الجو ذرتين ذرتين، احنا ده
اكسجين ثلاث ذرات. تمام. بيجي بطريقه ان احنا انبوبه الاكسجين العاديه بجهاز معين بنخرجه بتركيزات معينه، تركيزات مسموح بيها في الاستخدام الطبي. ذره الاكسجين الزياده دي لما بتخش جوه الجسم، يعني انا بفضل ان اسميها السحر الحلال. بتنطلق، تنطلق في كل الجسم. الذره الثالثه بتنطلق. والاكسجين العادي، يعني احنا بخلي الخليه بتتشبع بالاكسجين العادي. تمام. انما الذره الثالثه دي بقى السحر الزياده. أيوة. اللي احنا بناخده بتيجي تخش تخبط على الجسم وتبتدي تنطلق في كل خلايا الجسم. ايوه. هنبتدي النهارده بس احنا هناخدها محطه محطه. المحطه الاولانيه احنا دخلنا الجسم وبنخبط، ازيك يا بنكرياس؟ طب انت يا بنكرياس ما قمتش بوظيفتك ليه؟ أيوة. نقدر نقول ان زي ما احنا هنشوف في معانا ان البنكرياس بيقول انا عندي 100,000 خليه او 100 خليه اللي شغال منهم 10 بس. طب انت اشتغلت ب 10 بس؟ يبقى انا جبت لك ايه؟ جبت لك سكر. يبقى انت كده حضرتك البنكرياس بتاعك مش قايم بوظيفته، الانسولين الداخلي اللي خارج للجسم مش قادر يحرق كل الجلوكوز اللي انا باخده. أيوة. العيان يعاني من مرض السكر زي ما احنا شايفين، ودي اصعب حاجه طبعا. النقط الحمراء دي تعبر عن الخلايا التي تقوم ببعض من وظائفها، مش هنقول وظائفها كلها. لان هي طبعا لما الخليه اللي جنبها مش واصل لها اكسجين ودم كويس هي نفسها هتتأثر ومش قايمه بوظيفتها. هيبقى في خمول. تبتدي تخش الخليه زي ما احنا شايفين البنكرياس نايم اهو وتعبان خالص ويعاني. هذا البنكرياس ممكن نشوفه على الشاشه الكبيره اكتر. يبقى تمام. وهذا البنكرياس يعاني، الانسولين نفسه هو مش قادر يخش على المستقبل بتاعه اللي موجود على الخلايا، فالجلوكوز يفضل عالي في الجسم. أيوة. عشان كده مريض السكر دايما يقولك انا باكل كتير. طب ما انت واكل، طب ايه اللي بيخليك تاكل كتير؟ ان الانسولين ما خرجش وما حرقش الجلوكوز اللي موجود، فالخليه ما حستش بالجلوكوز اللي موجود فعايز تاخد جلوكوز تاني. طب احنا دخلنا بقى ذره الاكسجين السحر الحلال اللي موجود. ايوه. دخلت خلت زي ما احنا شايفين، غيرت خالص، خلت كل الخلايا نشطه. الضعيف منها قوي واللي كان نايم اشتغل اكتر. الدلاله على كده لما هنقرا ونشوف التقارير دلوقتي، العين يقول لك انا كان عندي سكر، في واحد منهم انا لسه لاقط دلوقتي بيقول لك كان على طول 400. انا كنت لسه امبارح عالي جدا، لسه امبارح في عياده مدينه نصر يقول لي السكر، انا من اول ما جيت عندكم السكر بقى 90 100 120. طبعا ليه؟ لان احنا حفزنا الانسولين. أيوة. الداخلي انه يخرج فيحرق جلوكوز. طبعا دون مع اطار خارجي، احنا برضو عشان ايه ما نبقاش بنحمل كل حاجه على الاكسجين، عشان العيان لما بيجي يقول لك يعني انا هاخد الاكسجين ده انا هطير، مش هحتاج بقى علاج، مش هحتاج علاج ومش هحتاج اكل، ومش هحتاج انا اخش بقى اكل طبق البسبوسه وسكريات واعمل اللي انت تشوفه. لا، احنا طبعا احنا بنعدل العيان زي ما دكتور طارق، هو مش متواجد دلوقتي. دايما كان بيقول هي استراتيجيه كامله، انت انا بظبط العيان ان يوصل لمرحله انه بياكل كويس، اكل هيلسي، انا بديله الاكسجين بتاعه وبوصله للخلايا زي ما احنا شايفين. طب ازاي بقى بيساعد في تنشيط الخليه يا دكتور شادي؟ ما هو احنا بنقول الخليه عباره عن عربيه. العربيه عشان تتحرك عايزه بنزين وزيت. يعني انت لو حطيتيش زيت برضه العربيه هتعرق زي ما احنا شايفين. بنزين الاساس. ايوه. والبطاريه. أيوة. زي ما احنا شايفين. بطاريه الموبايل نايمه. طبعا خلية الجسم نايمة عايزة تتشحن. يبتدي تخش الأكسجين النشط ده يبتدي يشحن خلايا زي ما احنا شايفين. البطارية تبتدي تشحن مع جلسة مع التانية مع التالتة، تبتدي فول باور. طبعا الميزة الجميلة جدا في الأكسجين النشط ان ما بيفرقش، يعني احنا اتكلمنا على البنكرياس فقط ولكنه ما بيفرقش الخلية انهي خلية اللي هتاخد، يعني كل خلايا جسمنا هتنشط. يعني احنا هنلاقي البنكرياس نشط، سكر نشط، ابتدى يقل معاك في جسمك، نشاطك ابتدى ينشط. انت الجسم بعد ما كان مجهد اجهاد غير طبيعي والخلايا مجهده، لا ابتدت تنشط كلها. حضرتك وظيفه الكلى اللي كانت هتبتدي تتعب، لا احنا ابتدت تتظبط، الكلى ابتدت تتظبط، لو في حاجه في المخ، في حاجه في القلب، المجهود نفسه ابتدى يتظبط لان هو ما بيفرقش. تمام. الدكتور شادي احنا معانا تقرير دلوقتي لحالات عانت من مرض السكر سنين طويله والحمد لله اتحسنت دلوقتي، نشوف التقرير ونكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضلي مع حضرتك. انا كنت حاسه بتنميل في الرجل الشمال، خدت 7 جلسات الحمد لله،
السكر بالنسبة لي بدأ في تحسن والضغط بدأ في تحسن. بتعالج من السكر والضغط الأكسجين النشط، وحسيت بتحسن يعني ملحوظ. ما كنتش ببقى قادرة أقوم ولا أتحرك ولا أي مجهود بيتعبني، بدأت بقى المجهود عندي بقى حاجة سهلة وتحسنت كتير. كنت بعاني من السكر والحمد لله لما خدت جلسات الأكسجين النشط الحمد لله اتحسن والجروح صحت الحمد لله. عندي سكر بقالي فترة، وبدأت من أعراض السكر رجلية فيها تنميل، والحمد لله خدت الجلسات والحمد لله فعلا حسيت بتحسن. كان عندي سكر بقالي أكثر من 30 سنة، كنت بشتكي من ضعفات السكر اللي هو تنميل الأصابع ومن تحت الأصابع كده في بطن رجلي. ابتديت احس بالتحسن من الجلسه الثالثه، تنميل راح، يكاد يكون ما فيش دلوقتي تنميل بعد الجلسات. عندي السكر بقالي 15 سنه، كان تنميل في رجلي، انزيمات الكبد عاليه، انزيمات الكلى عاليه، التراكمي عالي كان 9. ابتديت الجلسات الحقيقه بعد الجلسه الرابعه او الخامسه ابتديت اتحسن، عملت تحليل عشان ما بقاش بالإيحاء، لا لقيت ان فعلا انزيمات الكبد نزلت، انزيمات الكلى نزلت، التراكمي نفسه نزل وبقى 6. عندي السكر كان له 85 سنة، وكنت اشكي من خدر في الاطراف وتنميل وفتور عام في الجسم. اخذت 10 جلسات وفي تحسن كبير جدا جدا، الورم يعني شبه انه انتهى، والصحة ماشية في تحسن وفي نشاط، والحمد لله حمدا كثيرا. يعني عندي السكر وعندي جلطة في دراعي اليمين، عرفت ان اتحسنت منها ان انا كنت بعاني من شرايين عينيا، باجي اشوف الارقام بتاعت التليفون ما كنتش بشوفها من غير نظارة القراية، دلوقتي بشوف التليفون من غير نظارة القراية، والحمد لله رجلي اللي هي فيها الجلطة صوابعي ما كانتش بتتحرك خالص، دلوقتي بضم في صوابعي وحرك في صوابعي. كانت حالتي الحمد لله يعني ما كانتش قد كده، وبعدين استخدمت هنا الأكسجين النشط، فالحمد لله الحالة تحسنت إلى حد كبير. الأكسجين النشط جاب نتيجة كويسة جدا، وحتى كان في حاجة بسيطة كده في المشي شوية، عرقلة شوية ابتدت تتحسن إلى حد كبير، وبقيت أمشي عادي خالص. عندي السكر من 13 سنة، جيت المركز وخدت 12 جلسة، الحمد لله الشكشكة راحت والصداع راح والتوازن في المشي الحمد لله ظبط. زي ما شفتي دكتور شادي، طبعا الأكسجين النشط ما شاء الله عالج حالات كتير من مرض السكر. عايزين نتكلم عن دور الأكسجين النشط في علاج الأمراض المناعية. دي المحطة الثانية اللي احنا هنتكلم، المحطة الثانية، المحطة يعني الصعبة شوية، نخلص برضو موضوع السكر كده ببساطة. زي ما احنا قلنا السكر أبو الأمراض. يعني انت لو حضرتك لاحظتي كل عيان بيشتكي من حاجة معينة مختلفة. مختلفة، فاحنا بنقول للناس شرفونا، أعمار مختلفة، جنس مختلف، مصريين وسودانيين، الأعمار ستات ورجالة. احنا الحمد لله بفضل الله مركز كيور مركز متأصل، يعني يكاد يكون أول مركز هو اللي يعني دخل الاكسجين النشط في مصر. فطبعا احنا لينا يعني لسه عيان، قلت لكم اماكن كتير يعني عيان كان لسه في بورسعيد راح خد الجلسه في اسكندريه، فما شاء الله ده بيدي برضو اريحيه ومليابيليتي للعيان. المحطه الثانيه محطه الامراض المناعيه. الامراض المناعيه دي يكاد يكون احنا هنشوف التقرير دلوقتي هي دراما انسانيه. انا ما بسموش مرض، هو مرض مناعي بينقلب الى مرض نفسي. بعدها بشويه العيانه او العيانين جميعا بيعانوا من العزله والاكتئاب النفسي، فاحنا هو دراما انسانيه. دراما يعاني منها المجتمع. وبما ان الاختلال المناعي ابتدى يزيد جدا مش شايفين له سبب، وان كان يعني هيبقى التلوث، زياده التلوث اللي في البيئه. الاكل اللي احنا بناكله ما بقاش صحي. احنا اغلبنا يعني الاجيال اللي قبل كده كلنا كنا بناكل في البيت، ما نعرفش دلوقتي كله تكاوي. فطبعا كل ده بيؤثر في الاختلال الجهاز المناعي. مفيش تغذيه صحيحه، اختلال جهاز المناعة. فجهاز المناعة لما بيتعامل مع الخلية بيضرب بقى، هو زي أخ كبير المفروض بيحمي أخوه الصغير، لا ده بقى بيضربه وبيفتري عليه. يجي بقى طبعا كل العلاجات الموجودة الروتينية الموجودة هي عبارة عن إن بتهبط الخلية مع تهبيط الجهاز المناعي، فالجسم يبقى، وده اللي حصل للناس اللي بتعاني من الأمراض المناعية.
في احنا برضو معانا يا دكتور شادي تقرير برضو مهم جدا لطفله شاهين ده اللي كانت عندها مشكله وكانت لفت مرض المناعي الرهيب مرض المناعي واتضح ان في الاخر عندها بهاء طبعا وللاسف حسب بكسره وتنمر من اصحابها ومامتها لفت كتير جدا لحد ما الحمد لله طبعا راحت المركز كيور عند حضرتك وقابل الدكتور طارق طبعا وقام بعلاج الحاله لشاهين ده والحمد لله طبعا نفسيا ومعنويا البنت اتغيرت. هنشوف الدراما اللي وهنشوف اختلفت. طبعا ده في التقرير مع دلوقتي هنشوف الدراما اللي نشوف التقرير ونكمل كلامنا مع حضرتك. جيت في يوم قاعده معاها كده بقول لها يا حبيبتي ايه الامر؟ قالت لي يا ماما انا عايزه ابقى طبيعيه. قلت لها طب ما انت شكلك ابيض وجميل. قالت لي لا ما هو مش طبيعي. قبل ما يجي لي الوهاء كنت بتعامل مع الناس عادي، لكن دلوقتي بحس ان هم بصعب عليهم فما بحبش النظره دي. بنت من سنها قالت لها في الشارع يا مبقعه. واحده جت قالت لي يا مبقعه. من ساعتها بقى قعدت لوحدي ما بقتش اخرج في الشارع خالص بسبب التنمر اللي كان بيجي لي. كنت باخد الكورتيزون كان بيوجع لي جنبي وكان وشي بيحمر وبيورم فكنت ما ينفعش امشي في الشمس خالص. السنه اللي قبل اللي فاتت كنا في مصيف، فالمصيف طبعا حضرتك عارف مرسى مطروح ميه معدنيه يعني ما فيهاش اي حاجه. فجاه لقيت علامات بتبان على وشها وعلى رجليها من تحت، فحضرتك انا قلت ده مصيف. قعدت سنه اتنين والنتيجه مش عايزه تطلع، حتى ورحت لدكتور جلديه فقال لي دي مرض مناعي. يعني حضرتك بيقولوا بهاء. خدتها ورحت اماكن كتير وعملوا لها ليزر وبقت تتاثر جسمها بالليزر ويحصل لها زي حروق في جسمها وفي ايديها. وجنبها بقى يتعبها بسبب الكورتيزون كانت بتاخده. فطبعا انا استسلمت وقلت يعني البهاء او المرض المناعي دي احسن من ان الكلى تتضر. فطبعا يئست وقعت، اثرت في دراستها طبعا، حالتها النفسيه بقت وحشه. بقت في ناس بتتنمر عليها، في ناس يقول لها من مؤاخذة سوري في اللفظ يا مبقعة. بخاف اروح في اي حاجه فيها تجمعات زي الدروس والحاجات دي، لكن ما بحبش اروح في اي حاجه فيها تجمعات فيها ناس، في حتى اهم حاجه بتكون قرايبي. في ناس برضو بتخاف مني في المدرسه، بتخاف تسلم عليا عشان ما عدهمش، فكنت ساعتها كنت ببعد عنهم خالص، كنت بسيبهم اروح اقعد لوحدي. الحمد لله رب العالمين. النهارده جايين نعمل سبع جلسه والنتيجه بانت من ثالث جلسه، وفي حاجات قفلت في وشها وفي ايديها، بدا اللون جلدي يرجع للطبيعي وفي ظهري بدا يختفي وبقى مفيش اي حاجه تاني. انا رسالتي لكل ام وكل اب ان ابنها ولا بنتها عنده بهاء ما يترددش ان هو يجي مركز كيور، لان كل ما يبقى اسرع كل ما يبقى احسن. وبامانه مش هتندموا ان انا فعلا لقيت استجابه من ثالث جلسه. فلما جيت هنا برضو حاجه حلوه، حسيت نفسيتي وكل حاجه بقت تروح، من ساعتها بقى ما حدش بيتنمر عليا تاني. الحمد لله رب العالمين مستمره لحد دلوقتي، ونفسيه بنتي بقت كويسه وانا نفسيتي بقت كويسه عشان خاطر بنتي بقت كويسه. تعليق حضرتك يا دكتور طبعا شادي. دراما انسانيه زي ما احنا قلنا، سخريه وتنمر، انعزال عن المجتمع. دي بنوته كانت هتكبر يعني كان ممكن ما تتجوزش، وكان اختلاف درامي طبعًا. اختلال جهاز مناعه كان بيضرب الخلايا الصبغيه اللي موجوده، حصل بهاء. طبعا كاطفال هم ما يعرفوش ان ده ما بيعديش، مش عارفين ده ممكن ما يعدي لا قدر الله. فطبعا هتلاقي هي منعزله قلق وتوتر، وهي كمان وعايز اقول لحضرتك ما شاء الله حاله شاهين دي ايقونه البهاء في مصر. انا بلف اسكندريه، بورسعيد، كفر الشيخ، طنطا، كل حالات البهاء ابتدت تزورنا بطريقه قويه جدا. ويعني في المرحله الجايه احنا هيبقى فيه نتيجه فوق المرضيه لكل الناس اللي بتعاني مرضى البهاء. طب احنا برضو يا دكتور بنقول ان الامراض بيبقى ليها نتائج سلبيه زي مرض الفقاع المناعية. والتجربه الاستاذه حنان طبعا تجربه ماساويه، كان مسألة صعبة جدا وعانت تنمر وقلق تنمر بس ده انفصال وانفصلت عن زوجها، الزوج سابها، يعني ده شيء صعب جدا. يعني ممكن نشوف التقرير ونكمل كلامنا. أقرب الناس ليا حسيت إنهم بيبعدوا عني، ولاد ابني كانوا يبقوا قاعدين جنبي كده ويقولوا لي في ريحة وحشة يا تيت، جوزي بعد عني.
أنا اسمي حنان محمد، من قرية كده في أيوب اسمها قرية ألم. أنا من 10 سنين جالي حالة تعب كده، تعب مناعي اسمه ذو الفقاعة. أنا رحت جميع الدكاترة بتاعت الجلدية، ورحت بق فم وأسنان، ورحت بطنة، ورحت كل حاجة. أول ما جالي فوق وبدأ ينطر في جسمي وبدأ في دماغي، كان كل جسمي ماشي كده كأني مدلوق عليا 100 نار. كان جسمي بيقع والصديد ماليني، كنتش بلبس هدوم، والله كنت بتلف بملاي. بقالي 10 سنين باخد في كورتيزونات وعلاجات ومفيش فايدة. كنت ابطل العلاج يرجع لي تاني بسرعة علاج واروح الحجز. انا كنت بقعد في القصر العيني اكتر ما بقعد في بيتي، ممكن اقعد اسبوعين في بيتي واقعد شهرين في القصر العيني. انا تعبت وحالتي النفسية دمرت. انا كنت بكسف من ولادي، انا كنت والله العظيم انا كنت يمكن جوزي يعني بعيد عني. ولاد ابني كانوا يبقوا قاعدين جنبي كده بيقولوا لي في ريحه وحشه يا تيتا، لدرجه ان جسمي كان كنت الاول بخاف اشيل ابن ابني، بخاف ليه يتعدي مني او كده. كنت على طول كل كام يوم احلق راسي من كتر الجروح اللي فيه، شعري كان بيطلع كان بيشوكني، جسمي كله كان بايظ. وانا قاعده مره اتفرج على التلفزيون لقيت في برنامج بيتكلم عن اكسجين النشط، بيتكلم انه بيعالج المناعه. انا صراحه كني غرقانه وتعلقت في اشياء، اتصلت فهم وصفت لهم حالتي وقالوا لي تعيس. وقابلت الدكتوره علا الله يبارك لها، حددت لي 12 جلسه. حدث مدام حنان دي حدث فقاعي مناعي. يعني ايه فقاعي مناعي؟ يعني جهاز المناعه في خلل، بدل ما بيهاجم بره ابتدى يهاجم الروابط اللي ما بين خلايا الجلد وما بين الانسجه الرخوه. مدام حنان كانت الفقاعه منتشره في راسها، كانت منتشره في الجلد، كانت منتشره في تجويف الفم. من ثالث جلسه راسها ما شاء الله كل التقرحات خفت، البكتيريا قضينا عليها الحمد لله. انا من ثاني جلسه السكر نزل، انا كان السكر بيبقى عندي يوصل 400، كنت على طول رقده من الغيبوبه اللي انا فيها من السكر. قبل ما اخلص الجلسات كنت الحمد لله دماغي دي خفت، بدا جسمي يبرد، دماغي خفت، وشعري طلع، وحتى الحاله النفسيه اللي انا كنت فيها كانت متدمره بقيت اضحك، كان عندي اكتئاب بقيت اضحك، وبقى حالتي رجعت تاني احسن من الاول. دراما انسانيه، دراما انسانيه طبعا. زوجها انفصل عنها، اولادها مش قادرين يقعدوا معاها من الريحه. طبعا من الريحه طبعا. مرض مناعي، هي بس بناخد لقطتين. عندك مرض مناعي، عندك حاجه مش لاقي لها تشخيص، وعندها سكر كمان. ما لسه كنت اقول لحضرتك عندك حاجه ما فيهاش تشخيص، شرفنا. احنا هتحس بالتحسن وهتحس بالنعم. الجزئيه الثانيه اللي ناخدها من الكلام ان احنا مش موجهين لحته معينه، زي ما احنا شايفين الشعر قبل وبعد، قبل وبعد. وما شاء الله الشعر تاج المراه كان، يا عيني بتضطر تحلقه عشان زي الشوك. هي مش مستحمله. انا حضرتك قلت لي واحنا بنشوف التقرير ان هم ما بيلبسوش ملابسهم، دول بتقعد بملايه عشان جسمها كله بيشوك. صعب، حضرتك مش متخيل. فاحنا زي ما دخلنا قلنا احنا ما حددناش 12 جلسه يا دكتور شادي، يعني ما شاء الله، الله اكبر هاي. الله اكبر، بقى لها 10 سنين بترتدي القصر العيني. ما انا بقول لحضرتك مش شايف تشخيص، مش شايف سبب لمرضك، علاجك مش جايب نتيجه، شرفنا. احنا هنجيب نتيجه ان شاء الله. وزي ما احنا قلنا احنا مش موجهين لحته معينه، هي نفسها لقت ان السكر نفسه اتظبط. احنا زي ما بنقول احنا بنعمل عمره كامله، انت حضرتك عمرتك هتبقى كامله، جسمك هيرجع ياخد شبابه. وناخد اللقطه ان الملكه اليزابيث عاشت 102 سنه بصحه جيده، كانت بتاخد الاكسجين النشط مرتين اسبوعين ما شاء الله يا رب. طيب احنا معنا دلوقتي تقرير لحالة عم إكرامي، هو مريض الصدفية، نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. أكثر من 8 سنين ولفيت وضغط ورحت لحد المرصود ورحت دكاترة الشريين ورحت دكاترة خاصة، فما فيش أي، كله مسكنات كله مرطبات، وأنا كانت إيديا بتضرب لوحديها وجسمي، وده كانت ورمه
كنتش بعرف اشتغل لان انا راجل متعرض للبيع والشراء في الشارع. ايوه فطبعا الزبون كان بيشوف الحاجه الله يعينه برضك معه معذور، فمن اللي يشوف مثلا يقول لك ده معذيه، وفي اللي يخاف يقول لك، وفي اللي يقول لك الله يشفيه. فطبعا انا راجل معايا في تانية ثانوي ومعايا في اعدادي ومعايا في ابتدائي، وانا راجل على قد حالي يعني، مثلا راجل بياع في الشارع يعني فالحمد لله مستوره. بس احنا بنتكلم ان في ناس بتخلي نفسيتك يعني تحت الصفر. اصعب موقف شفته في حياتي ان واحد صاحبي بياكل ويشرب معايا وكان قاعد معايا وكان اكتر من اخ ليا، فلما كانت الحاجه بتزيد عندي فكان بيهرب مني، فدي حاجه كانت بتتعبني انا نفسيا. قاعد بتفرج على التلفزيون لقيت الدكتور طارق بيتكلم على الجين النشط والكلمات من دي، اتكلم على حالتي الصدفيه، والحمد لله جيت بقى لي 9 جلسات هنا، لقينا تحسن يعني 180 درجه. انا الوقت انا اتغيرت ورجعت لشغلي والحمد لله، وراجل حاسس ان انا واقف على رجلي. الاول ما كنتش بقدر اخد نفسي، كان العقل مش تايه، على طول سرحان، على طول جسم عمال يجي في دم. الاول كنت بمشي لابس القميص افرد الكم بتاعه بداري ايديا من الناس، دلوقتي الحمد لله ديني مشمر ايديا وبقعد قدام اي حد كان بيشوفني مثلا في حاله مش حلوه اجي قدام ده بالذات واعمل له كده. الحمد لله والشكر لك يا رب، لان الاكسجين النشط ده يعني ده هي حاجه موهبه كده جت من عند ربنا، والله يبارك لهم في اللي فكروا وجابوا الحاجه دي، عشان في ناس كتير قوي تعبانه. وانا بنصح اي حد يا جدعان التعبان يجي هنا، واقسم بالله من تالت جلسه او رابع جلسه والله هيحس بتحسن جامد. طبعا مرض مناعي كارثي. أيوه. ربنا ابتلاه في لقمه عيشه صدفيه يعني، مرض صدفية صعب وفي الامراض المناعيه ومرض ريزيستنت يعني هو اخذ كريمات واخذ احنا تحسننا تحسن هايل، هو نفسه لاحظ، راجل طيب جدا، راجل غلبان جدا، مراعي حالة النفسيه للناس اللي قصاده، بيقول لك الله يكون في عونهم، الناس ما بتشتريش مني، لان طبعا انت حضرتك لما تيجي تشتري انا لما بشوف هبقى خايفه ان انا اخد منك حاجه، بس او تفاعل وصاحبه اللي بياكل معاه هي برضو معذور، وفي نفس الوقت فكانت ماساه. التحسن كان زي ما احنا قلنا 180 درجه. فرحان رافع القميص يعني ما شاء الله. فاحنا بننصح الناس، احنا بننصحهم تعال يعني الجلسه نفسها ما تجيش تمن الكريم اللي انت هتديه. ايوه طيب دلوقتي احنا معانا برضو تقرير مهم جدا لحاله المخرج الكبير شريف عبيد، كان عنده الام اس يا دكتور الشادي طبعا، وللاسف هو كان الموضوع مأثر عليه نفسيا جامد جدا. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. قعدت سنتين تقريبا علشان اتشخص اللي انا عندي ام اس. انا واقع من الدور الثالث بسبب عدم التزايد، ورحت لدكاتره كتير جدا محدش عارف انا عندي. أنا اسمي شريف عبيد، عندي 42 سنة، عندي MS. إيه التصلب العصبي المتعدد ده بالمصريين كده؟ جهاز المناعة بيفتكر إن طبقة المياليد اللي هي مغلفة العصب عدو، فبيروح يهاجمها. يا عم أنا مش فاهم يعني إيه طبقة المياليد؟ ينفع تمسك من جوه الكهرباء من غير ما يبقى عليها الشريط اللي بره ده؟ أو العصب يبقى بيجي على شكل ايه؟ هجمات، هجمة في الدراع، هجمة في العين، ملوش مكان سكت. انا وصلت لمرحلة رعشة جامدة جدا، عدم اتزان، لدرجة ان انا واقع من الدور الثالث. صديق ليا قال لي ان الاكسجين نشط ممكن يعالج الام اس، قال لي في حالات كانت وتحسنت. قلت طب خلاص ما كانتش عليا اروح اجرب. جيت هنا كيور كلينيك، خدت اول جلسه ما حسيتش باي حاجه، روحت نمت. تاني جلسه النوم زاد شويه،
هتقولي تحسن هقول لكم تحسن من خامس او سادس جلسه كده حسيت ان في باور في الجسم. وتاني حاجه التفكير عندي اتحسن الحمد لله. اي واحد عنده ام اس عارف يعني ايه الرعشه. الرعشه قلت الحمد لله، يعني بالوضع ده تكاد تكون انعدمت. جربوا مش هتخسروا. من قلب الحدث بتكلم، مريض ام اس بيتكلم، مش بحكي عن واحد عنده ام اس، انا مريض ام اس. تعليق حضرتك يا دكتور شادي؟ طبعا شريف انا شفته انا كنت هبكي طبعا، شايف الفرحه اللي في عينيه. 42 سنه طبعا، لما من كتر الهزه يقع من الدور الثالث، كميه الكسور اللي حصلت له وانقلاب الحياه من جزء يائس طبعا محطم نفسيا، يعني واحد كان يعني ملء السمع والابصار بقى محطم نفسيا مش أيوه. فما شاء الله انتقل معانا زي ما احنا شايفين 180 درجه، احساس عالي، اكتئاب. ده هو بس التقرير كمان اكلوا منه عشان هو اتكلم كتير قوي. اتكلم هو طبعا فرحان عايز يشرح، مريض ام اس عانى سنين طويله. ده هو كان بيشرح لنا، بيقول اخر مره دكتور العلاج الطبيعي بيقول فيه تدريب انا ما كنتش بعرف اعمله. تمام، فما شاء الله. احنا بنشكرك يا دكتور شادي، الوقت جري مع حضرتك بسرعه. ان شاء الله نلتقي في حلقات ثانيه كتير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين كده خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره وحلقه جديده وخطوه عزيزه.